وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز، حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد، فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ واتيفر يعني. وبعدين اوكي، حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. ده اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجدة بطة: وأنا لا أجد ما أقول لك، لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل: أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسامينا، ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة: أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضحك. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا أحمر. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلا؟ زاد به، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. ها بالاختصار صاد ايه؟ صاد يا بنتي، صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه، صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه ضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، مع خلاص عرفتينا، صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه، صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شيريهان، يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم دهب، هاتي يا نيلي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت؟ خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حاج، عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717. ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟
راح اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه، يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه، وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا، معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن، مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك، هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هي هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا، ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه والاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة. وشريهان صحيح نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، هو حد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حياتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريف. أم العريس. صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق. صك بوم عك تعك ما زو كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت على الموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارا بيريم باريري با بار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 
ايه الجمال ده؟ ايه العظمة دي كلها؟ بصراحة والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعة، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكرين. تفكر انت على الله بقى. بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هما تعبانين دلوقتي، انا بعدين هجيلك على رواقة كده واجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام. سلامة. ستاند راحة فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717 اهي. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما عدانا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقول لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب
يعني ايه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي، ممكن تديني المجلة ثانية؟ ثانية بليز. حاجة مهمة جدا. ها فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو؟ طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو، باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويت قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة وإحنا معانا المتاهة. متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو، وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش؟ ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ تعمليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. ما انا ما قلتش هفهمكوا حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ.